قول لي ايش حاجة تخلف السيمانة ما بينه وبين سيمانة ما بين وبين كندخل ما بين تسعود ما بين سبعة تسعود النايت ديالي. واو 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 ليش في لا شو 2000 و قلت لك قبل اها فش قبل ما تدير الرموك فاش كنتي خدام؟ كنت كنخدم في الكونستراكشن. اوه كونستراكشن اه يا ودابا يا خدام لراسك يعني ولا ليز ولا دروك ام ليسي قريبا شي عام وصرف وانا مليسي ما ننصحو على شي شفت رموك ولكن عرفتي الصخ كي دايره. تبارك الله. ولكن واش انت مع كيدنس ولا مع شركة أخرى؟ لا 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 ماشي مع كيدنس، انا مع واحد الشركه كاينه في اورلاندو اه مزيان تبارك الله. وكيدير فلوريدا. كيدير الجو دابا؟ راك عارف دابا بنادم كيخلي الكمية والثلج والبرد وداك الشيء ماشي تسوق. المهم كيدير الماركت اخويا الاجواء مزيانه 50 درجه دروكا هنا ما كاينش ثلج نورمالمون هاد الوقيته في العام راه تيكون كارسي ما تيبان لك والو كلشي بيض. هاد العام اه تيبان لي راه تعطل فهمت. الواير خليها ولكن هكا الريح دابا المشكله واحد غريب الريح بقى. واحد الريح تما داك هو اللي خايب وفي نفس الوقت الثلج. يا بصح، لكن ما قلت لك دروكا مازال ما كاينش الثلج هنا، ما عرفتش اش دزتي مؤخرا ولا لا، ولكن ما كاينش الثلج. البرد شويه ماشي شي فهمتي. ما ولا ما عرفت، انا غادي متقل، انا راه 44 ورايا ما عرفتش، واخا انا اللي 44 ما تخافش، 44 هذاك ما الشيء تخافش علاش ما يصير. ودابا عاودنا كيفاش قلت نشوف علاش السميه نان عدنان. خلا اه عدنان مرحبا اخوي عدنان. دابا قول لي اخي عدنان الله انت يحفظك. كيفاش السر وراء المليون دولار؟ سر اخويا هو كتخدم في البرد، كتخرج تخدم في الثلج، ما كتقولش اليوم سخون الحال، عييت، بارك عليا سكت 8 السوايع ضرني هذاك اللي على بالك فهمتي. كتدمر تطيح على يعني كيفاش تبارك يقولوا الله، لها يعني تبارك الله بحال اللي كتقولي تبارك الله. يعني المهم الشهريه ولا العام ديما تيكون مزيان بخير. وتعرف كيفاش تبلاني، راه كاين تاع الدومين راه فيه سلو وفيه البيزي تماما تماما. مثلا انا عرفتي نسوق واحد السؤال، يا نسوق واحد السؤال. دابا كاينين بزاف ديال الناس تيبقى يقول لك باللي في الرموك بحال تيقول لك مستحيل توصلها ل 20 مليون في الشهر. شنو تقول انت لهاد الناس؟ و20 اخويا كنظن 20 هي المينيموم اه كمل كمل. كاونر ولا كواحد مليسي، راه 20 خصك تكون كتدخل مينيموم، برافو عليك زين كمل. سينو راك غادي في الطريق راك غادي في الخسران. تمام. ولكن اجي نقول لك علاش دابا كاينين بزاف الناس هنا في ميريكان قدامين وكاين اللي فيهم خدام في الرموك اللي ما خدامش في الرموك ما تيبغيش يهضر على هذا الجانب المادي. يعني تيقول لك لا ما يمكنش اصاحبي وعلى هذه وبلا بلا كذا ومستحيل توصل لهذوك الارقام وكذا. كيفاش ما شنو جاوبهم؟ وهو شنو نقول لك، هو كاين جوج ديال الاشخاص، كاين اللي عنده ظروفه وكاين تقبلوه ماشي مشكل، ولكن كاين واحد النوع اللي هو فاشل وتيبدا يغطي على الفشل ديالو بهذيك لا وهذه وراه ما يمكنش، واصلا تراكين ولا كان عارف ان الدري راه كيسوق السيمانه كامله يلاه توقف على 1000 دولار، وراه كان تمام عارف انا خمسه الدراري ديال صحابي كل شيء فريمون. هي احنا ما جيناش فهمتي، ما جيناش ومشينا اللوب ديال الدومين هو هذا، لانك بغيت تمشي داكشي اللي كان ضرب ب 1000 تمام دولار 1500 كاع راه هذه هي سيمانتك فهمتي. ولكن تماما تماما. الاخوه بالنسبه الى للناس عرفت اللي كيسول، يا بالنسبه للناس اللي كيسول كنهضروا على الشهر. الشهر كنهضروا قالك على الاقل كيضربوا 20 مليون في الشهر. يعني 20 مليون في الشهر فاش تكون مليزي ولا كتكون كميو ديال. وفي نفس الوقت على هذا حساب انت واش كتخدم ولا شي واحد مثالي. هذا بطبيعة الحال تنقول لك مليسي، يعني من بعد ما كيحيد الاكسبنس كاملهم ديال عرفتي اللي صرا، ما يعني كتخلص تقريبا واحد 6000 ولا 7000 دولار كتمشي لك ديال التراك في الشهر، تمام في السيمانه لا سوري في الشهر، يعني ما بين لاسيرونس والمايلاج وكذا راك كتمشي واحد 6000 7000، يعني ايماجين الا كان التراك ديالك يعني كتوفر واحد 6 اخرى زايده تبارك فوق الله هذاك تمام المينيموم. تماما تماما. وتشكل الدار تقول شحال ما بغيت. هذا هو الافونتاج اللي عنده الكاميو ديالو. هو صراحه كاين ما اعرفش، انا مثلا كنت واحد 3 شهور كنت محظوظ، يعني كنت كندير اورلاندو بنسلفانيا
يعني كان طلع ونزل. اوكي وانا ساكن في ساوث كارولينا، يعني كان دوز على 95. ديما كدوز من 95 الساوث اخويا، تاعك كدوز من كارولينا. 95 اكزاكتلي. ديما انا عندي نهارية ونهار لا راني في الدار. كان مشيت نخطف واحد 8 10 السوايع ديال كنت سارحها كنضربها في الدار ونكمل طريقي النهار الاخر غادي هكاك. يعني في نفس الوقت راني اوفر ذا رود وديلي هو. ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليك. دابا مثلا انت اخي عندنا شنو دابا الاهداف ديالك؟ يعني ان شاء الله يعني باغي دير كاميو ديالك، كاميو ناس، كيفاش؟ هو ما كذبش عليك، يعني يعني النظره ديالي دروكا يعني ماشي شي حلم كبير، يعني كتكون شركه كبيره، ولكن هو يكون عندك الطراء. اول حاجه خصني يكون عندي الطراك ديالي نتخلص من هذا الليست، لان الليست يهلك. ومن تمام بعد راه طبيعه الحال التراك راه غادي تخدم به واحد 6 شهور راه يجيب لك تراك اخر، وهذوك تمام جوج تراكات غادي تخدم بهم 6 شهور اخرى يجيبوا لك 4، وغادي هكاك توصل واحد ملي كتوصل صافي تقول بارك علي راه لا زدت غادي المرض في دماغي صافي كتوقف. كتخلي بنادم يخدم لك في الشركة ديال اللي بدي فيها. يا اكزاكت. اها وديك الساعه راه برافو. وعاوتاني كيجي واحد اخر حتى هو كيدوز من نفس المسار اللي زدت منه، كيخدم عاوتاني كومباني درايفر، كيدي البركه ديالو حتى هو من تكرفيس، وحتى هو تيعاود يفهم عاوتاني القالب، بان القالب راه ماشي كومباني درايفر، راه خصك تمشي دمر ودير ديالك. تمام، برافو عليك. المهم اخوان، انتم كتشوفوا الدراري تبارك الله اللي ما كيخافوش، زعما تيقول كتحرم علينا ولا شي لعبه، او تيقول لك ديريكت بشحال. اجي نسولك عدنان، ما عرفتش. شوف غادي نسول واحد السؤال، وماشي معناتي كنسول الاسئله في اللايف، وعندك الحق يا تقول. مرحبا. شوف عندك الحق تقول لي. شوف عوج عوج، زعما بلا من ما في ما قدرش نجاوب. شوف صنت لي انا، ما تقول لي شحال نمرة الباسبور ديالك والنمرة ديال السوسيال سيكيورتي، كل شيء تنجاوب عليه، كل شيء تنجاوب لا عليه لا اخويا. لا، من شوف احنا شوف عشان ما غنوصلش لذاك الشيء. شوف غادي نسولك واحد السؤال وقدام هاد الناس، يعني ايه شحال الافرج ما بين في السيمانه ديالك، ما بين وبين شحال كتدخل في السيمانه ما بين وبين؟ الجروس ولا النات؟ لا النات اللي كدير في جيبك، اللي كتزيد في الدار في جيبك كل سيمانه. اللي كدير في جيبك. هنقول لك عرفتي نقول لك شنو؟ بين وبين، انا انا نقول لك الافيرج. اها عدنان ما تقوليش وي دابا غنوصلوا والله في 1700 بقالوا 60 واحد، وغادي تقول لي شحال كتدخل في السيمانه انت؟ واش يعني السيمانه الله مش يسخر. الجروس؟ الجروس اللي ما عرفش شنو الجروس، الجروس هو اللودات اللي ديتيهم شحال المجموع ديالهم، ولكن النات هو فاش كتخلص ليسانس وكتخلص الكرا وداك الشيء شحال كيبقى في جيبك كتشي بيه للدار. يلا طلعوا ال 1700، هو يلا 65، يلا طالع طالع، يلا وصل وصل اللايف ال 1700، غتقول لي شحال كتدخل في السيمانه ما بين وبين، وموراها غتقول لي شحال كتدخل في الشهر. اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله، لا يزيدك اخويا عدنان، الله اخويا يزيدك. احنا بغينا الخير لكل شيء، اللي بغى يمشي الضمن. احنا بطبيعه الحال الامريكان راك عارف راه كاين واحد برافو عليك الخصائص في الدرايفرز. برافو عليك، تماما. يلا اخويا عدنان وصل 1700. انا صراحه ما نفاجئش انا، لان هاد الارقام اللي تعرفهم ولف يوم، ولكن الحمد لله ما كنعرفكش اخويا عدنان، ما كتعرفنيش، بنتي ليا في اللايف. انت دير مليزي الكاميو، يعني بحالي بحالك بحال الدراري. انت قلتي شحال كيدخل؟ كيدخل ما بين 7 المليون حتى 9 المليون مغربيه في السيمانه الاسبوع، سيمانا يا ما بين 7 حتى 9 المليون في السيمانه. كنكررها طبيعة الحال مليسي، يعني مليزي، حيد فلوس الليز، يعني كون كان تراك ديالك راه غتكون كتلعب في واحد مينيموم راه تمام. 10 وكل كاميو غتكون ديالو جيد. غيبقى يدخل ما بين 10 حتى 12 المليون 11 المليون في السيمانه، وكاين شي سيمانات تيكون طايح يقدر يوصل عندنا غير 4 المليون 5 المليون، شي مرات راه عادي هذا هو الليز. يعني يا نابين هو مثلا 7، هذا اها سير ما قاطعتكش. باش نشرح لهم، كاين اللي مازال ما فهمش. فاش تكون مليز الكاميو كتدخل ما بين 7 المليون حتى 9 المليون، والاغلبيه كيكون ما بين 7 و8، 9 فاش تكون شي سيمانه مقمحه كيف كنقول في الشهر. وكتكون كتر عاود ثاني، كتكون كتر اخويا سفيان. انا وصلت ل 13 نت. واو 13 مليون في سيمانه، يا نت. واو 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 واو. عرفتي انت خاصني ناخذ الكونتاكت ديالك انت دابا دابا دقيت قسم. شوف كنقول انا واحد السي قسم لي واحد البوطونه، دابا قسم لي واحد البوطونه صافي، يعني عرفتي غادي ندير لك سكرين شوت لانني غنتواصل معايا في الخاص عدنان هيا مرحبا. ضروري، بغيتك من بعد عدنان ندير لك سكرين شوت. 13 مليون في السيمانه اللي دخلتي؟ يا واحد المرة كان ما عرفتش كان استثناء ولا لا، ولكن الافيراج كما قلت لك ما بين 7 9.
هذي بو ما شاء الله ما شاء الله سبعات ممكن مليون عاود ثاني مغربيه. ممكن سيمانه عاود ثانيه جوج سيمانات الفايتين كنت كان تراك كان حطوا المانتنس وكذا ما دخلت والو عادي عادي كشي كل ولكن شيء عادي يدخل يا معك. يا دابا اجي عادي نسولك عدنان في الشهر شحال كتدي معاك للدار؟ وراه باين كتضرب شهر هذاك هو داك 300% هو داك الافيراج ضربه في اربعه تدير ديما عندك 30 مليون 33 مليون في الشهر عندك هكا. قول قول خلينا نقولوا حنا افيراج ديالو واحد ال 25 من بعد ما كتحيد الماكله وتحيد كذا وهذه 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 قول 25 25 كافيرج مليون كتبقى لك ما هي محطوطه الشهر ديالك. اه واو. اجي نسكت واحد دقيقه احتراما لدوك الناس اللي تيقول لك ما كاين ما يدار في الرموك. ما كاين ما يدار اخوتي ما تجيولوش راه ما بقى ما يدار صافي. وسير انت قرا قرا في ميريكا 8 سنين ولا 12 عام ولي شي حاجه واجي في الاخر يبقى عرفتي شحال يبقى يخلصك في السيمانه $3000. هادشي لو وصلتي الى بالقرايه ديالك ما توصلهاش $3000. نعاود نكرر الناس اللي دخلوا خويا عدنان والدراري تبارك الله اغلبيه اللي مليزيين كيدخلوا ما بين 7 المليون حتى ل 9 المليون في السيمانه. الجمعه كل جمعه كنتخلصوا كل جمعه كيدخل ما بين 7 حتى ل 9 المليون كل جمعه. يعني فوق ما تشوف الجمعه كتمشي للجامع عارف بلي الفلوس دخلات لعدنان والدراري اللي مليزيين زوينه انت كاجي اللهم بارك الله يحفظك. شوف فوق ما تمشي للجامع وتصلي صلي وفي نفس الوقت تقول نار يا اخي ديالي عندنا راه دخل واحد اقول تبارك الله يزيدك اصلي وقول الله زيد وبارك اللهم قولها بارك وزيد في ذلك. دابا اجي نسولك اخويا عدنان واش كون كنت في المغرب غتحلم بهذه الارقام؟ والمغرب راه كانت غير 5000 درهم راه حلم. اها 5000 درهم راه كتبان لك حلم وربما حلم شبه مستحيل. اللي ما قلناش مستحيل بطبيعه الحال. ايه ولكن سبحان الله نجيك صراحه خويا شوف عدنان yeah. نجيك صراحه انا اول فاش بديتينا الليز وداك الشيء اول مره تنشوف الخلصه ديالي في السيمانه ما تيقش واحد اللحظه بديت نقول ناري وقيلا راه غلطوا لي هذا وقيلا راه غلطوا اش هذا الشيء هذا بصح بصح. يعني وصف لي هذيك اللقطه النهار الاول ديال يعني فاش بديتي الليزي وبيتيك جاك تبارك الله مدوزي شنو قلتي شنو وصف لي ذاك الاحساس؟ كونيكسيو لقى يدخل شي بلاصه وي كنهضروا ما بين على 250 حتى 300 مليون في العام. كمل 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 اخويا عدنان يا خو شوف مشات الكونيكسيون اخر كلمه سمعت هي ملي شديت الشيك ديالي الاول يا اول مره شفتي البي تشيك ديالك يعني شفتي دوك تبارك الله وراه في ميريكا نشوف $1500 كدوز لي شهر كامل خلص الطوموبيل ليزانس ديال كلشي $1500 انا شي دابا الماستر يا بصح كامل والله الا بليسانس داكشي كامل ما كنفوتش $1500 كاع داكشي الاخر كرا ولا الماكله المهم ما كنفوتش 2500 كاع الا طورت وزدت وخسرت ما كنفوتش $2000 راه عارف ما كتفوتليش $2000. دابا خويا عدنان انت اول مره شفتي ديك البيتشيك وشفتي تبارك الله ديك 7 المليون في السيمانه ما خدمتش اول بيتشيك اها كل نهار كتدخل لا انا ديك انا هو البيتشيك ديالي كنت بديت معاهم باقي نعقل بديت في الاربع سو يلا خدمت الاربع الخميس الجمعه صافي وجات مع الويكاند يعني ثلاث ايام اللي خدمت وانا جاي من شركه اللي كنت تراك درايفر يعني كومباني درايفر يعني السيمانه مزيانه كاع 1500 1600 كتكون ما قادك فرحه كتبات عندك الصرا في الدار يا سو هذيك السمانه الاولى خدمت فيها ثلاث ايام وكنت باقي نعقل قلت جبت شي 4000 ولا ما ما بين 3000 و4000 ما عقلتش بالضبط ورا هذيك 3000 يعني كتبان لي او انا ثلاث ايام جايب فيها $3000 اللي كنت نخدم فيها جوج سيمانات كومباني درايفر يعني راه يعني الصالير ديالك الا جيتي تحسبها راه تضاعف شي 1600 مره في المئه. المهم الناس اللي ما عارفينش كل $1000 هي مليون مغربيه يعني الا قال لك شي واحد $7000 يعني 7 المرات 7 المليون مغربي. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الطاكس وداك الشيء الطاكس ما كيقطعوناش حنا كنكونوا دايرين شركه يعني كنكونوا خدامين 1099 كنكونوا خدامين راسنا في الاخر العام كنخلصوا الطاكس يعني كنكليميو كاع ليسانس ولا اللعيبات اللي شاجي الكاميو والاكسبنسز وكل نهار كيقطعوا لك $70 ولا في الطاكس اللي داك الشيء كيتقطع لك يوميا كيقطعوا لك هذاك الشيء كامل في الاخر العام كتخلص ما بين واحد الربعة ستة كون واحد كيفاش كيقطعوا له ولكن ما كتخلصش بزاف
الا انت كنتي كتدخل 250 مليون حتى 300 مليون في العام، شنو هي نفترضوا 10 د المليون ادخلها تاكس في العام؟ شنو هي دابا انت خنا دار حتى لعبه؟ شنو حتى لعبه؟ ما وصلها ما غتوصلهاش. وزيد واحد الحاجه، حتى البنات اللي معانا كيديروا الليز، حتى البنات معانا في هنا في ميريكان الليزيان كيدخلوا حتى هما نفس الارقام اللي كيقول لك عندنا. انا راه انا ماشي تفاجئت بالارقام اللي قلتي لي اخويا عدمان، تفاجئت لانك طلعتي من الكومونتير ما كنعرفك ما كتعرفني، وكنحييك والدراري بزاف غيديروا لك القلوبه على انك الحمد لله جيتي من الاخر وقلتي شحال كندخل، لان الاغلبيه ما تيبغيش يقول هذا هو المشكل ديالنا ما كنقولوش كنبقاو يا بصح بصح. وراه شوف انا كنت كنتبع الدراري بزاف من قبل كاع، قبال الدراري معروفين اللي كانوا كيديروا فيديوهات وكذا، ولكن صراحه يعني ما كنتش كبدايه كيبان لك واو، وكتشوف الفيديوهات كذا وكتشارك مع الدريله يعني داكشي كيدوز في النهار ديالو كذا، ولكن انا كيجي التراكين يعني ما كنستافدش ولا ما تلقاش داكشي اللي بغيت انا نسمع، فهمتيني؟ دوك المعلومات اللي انا داخل نقلب عليهم مثلا تلقى دري كيدخل كذا، دي مشيت للستاسيون لقيت الماء بارد، عطاني شاور ماء بارد كذا، يعني ما استفدتش انا كواحد بيدخل التراكين، ولكن ملي انا يعني شفت الفيديوهات ديالك وكذا يعني بديتي حضور يعني بين قوسين اليوم هما لهذوك اللي كانوا كيشريو غير الماء السخون في الشاور ولا الماء بارد في الشاور، فهمتيني؟ سو هذاك علاش انا قلت كاين واحد الدري على الاقل كيقول اجي الصوت ديالي مع الصوت ديالو راه غايبان واحد اخر وثالث ورابع وخامس، فهمتيني؟ انا عارف هذيك اللقطه ديال انه ما كيبغيوش يقولوا، واللي فهمتي اللي طايح على شي كتف راه تياكل فيه بوحدو وصافي، كيبغيش يقول الاخر ما هذا لان راه ما غاديش رجع سوالو من جيبه بطبيعه الحال. تماما. واحد الحاجه باش نقولها للدراري اللي كيتفرجوا، لان كاين اللي ما عندوش افكار، احنا بالنسبه للناس اللي كنديروا احنا الليز تاع انا ماليزي ما كنخدموش بالساعه وما كنخدموش بالمايلاج وداك الشيء، فاش كتكون كتليزي انت هو الشاف دراسك، يعني كتكون انت بينك وبين ديسباتشر، ديسباتشر اللي هو كيلقى لك اللودات الحمولات اللي غتسدي، تيبقى يقول لك بشحال غادي وبشحال مخلص، وانت كتفاهم معاه تيقول لك واش اللود هذا فيه 300 مايل مخلص ب 1800 دولار، كتقدر كتقسمها كتشوف باللي كل ما كان 3 دولار للمايل الفوق راه واكل مزيان، راه مزيان لك. كاين اللي كيكون مقمع 5 دولار للمايل، كاين اللي كيكون 2 دولار ونص 3 على حسب انت والديسباتشر ديالك وعلاقتك معاه، لانه كل ما كتكون علاقتك معاه وكتكون مزيان في الخدمه وداك الشيء راه كيلقى لك لودات زوينين، تيعطيك لودات مزيان، يعني كتلقى كدير لودات غير مقمحين في الاخر السيمانه كتلقى تبارك الله خدمتي بزاف ديال اللودات والفلوس تبارك الله كتكون اكثر، ومن بعد كتقطع ليسانس وداك الشيء كامل، وتيبقى لك الرقم اللي تيقول لك الاخ عدنان، ورقم اللي غيبقى يجيك عادي الا كنتي كتدمر. راه ماشي تنقول لك الارقام اي واحد دابا كيتفرج فينا حتى 2001 2001 خويا العزيز، راه ماشي اي واحد كيدير هاد الارقام، راه كيف قلت لكم الاغلبيه كيجي ما كيقدرش يستحمل ديك الجلسه النهار كامل في الرموك، ما تيقدرش يبقى كيخاف من السوق بالمارشال ريال، كيخاف من الرموك، ما كيقدش يبقى يسوق بالليل ولا يسوق بزاف، شحال واحد تيبقى يشوفني تيبقى يقول لي ما كخويا زوين كتسوق بزاف ما كتنعش ما والو، راه كاينين اسباب كاينين شي حوايج اللي كتخليني نسوق بالليل نسوق بنهار كامل ما عنديش مشكل، فوق ما جاني اللود وعندي السوايع ديالي كنسوقهم، ما عنديش ديك اللعبه ديال نحبس اللوك بوك ونحبس بركه عليا، ما عنديش ديك اللعبه. سو كاينه غير الخدمه لانك فاش كتشوف راسك كتخدم في واحد البلاد كدمر وكتدخل داك الشيء اللي كتستافد اللي كتستاهلو ما غتحبش لانك كتشوف راسك ديك الاحلام ودوك الشركات اللي كتحلم بهم انت في صغرك كدير شركه داك الشيء قراب بحال دابا الاخ عدنان كيدخل 30 مليون مغربيه في العام في الشهر راه تبارك الله قريب غيحل الشركه ديالو غيدير كاميونات، وواحد النهار غتلقاه جالس وكيدخل الفلوس صحيحه. الواقع الدمر غتوصل من الاخر. سو برافو عليك اخويا عدنان، والله الا اللي تنحييك، وكنتمنى الدراري الاخرين اللي عارفكم يا المغاربه راني كنتلاقى معاكم ديما في الطريق تبارك الله، انتم راكم ماني ميكرز وما كتقولش بانو في اللايف، ولكن عذركم ماشي مشكله، ولكن كنحييو عدنان كلشي ديال القلوب على عدنان والله. لا حفظك خويا سفيان العز والله. عدنان شي معلومات اخرى شي نصائح اخرى اخويا عدنان؟ والله ما عرفتش اش مثلا عطيه دابا شحال واحد عدنان انا نقول لك ما عرفتيش انا نقرب لك شحال واحد دابا في اللايف تيبقى يقول لك ويلي صافي اخويا عدنان انا غنحاول نجي الميريكان باش ندخل حتى انا 30 مليون في الشهر، قول له واش تحب له ساهله؟ لا يا بطبيعه الحال ما ساهلاش
طبيعة الحال ما سهلاش. هو وتراكن عاوتاني يعني ماشي، هو خصنا نتفقوا على هذه النقطة. تراكين ايه كيعطي الفلوس، انت ملي غتجي للتراكين عاوتاني ما غتجيليش على قبل الفلوس، غتكون تمام انت ديجا عندك هذيك القابليه انك تمشي للتراكين. انا كنعرف انا الدراري، كنعرف انا الدري صاحبي، مشيت انا وياه للسكول، من السكول للشركه، وخرج من شهرين الاولى ما قدرش يبقى جالس على الكرسي، ولا يبقى بعيد، ولا كل نهار فين كينعس، تيفيق ما تعرفش القبله كاع فين جات، تيخصو ساعه باش يرد البوصله، فهمتي؟ يعني تكون انت ديجا انت هذاك الدومين يعني فهمتي كتبغيه، او لا عندك واحد الميول ليه. الا جي على قبل الفلوس راه كون على يقين غادي الفلوس واحد المده صافي غادي تقول بارك عليا. تماما تماما تماما، برافو عليك. ما عمرك تجي لهذا الميدان باغي كتفكر في الفلوس، يعني لو كنتي يا كتفكر بطبيعة ما الحال ديرش الفلوس، نجيك صراحه. اما لو جيتي كتخدم وعزيز عليك السوق انا داك الشيء، الفلوس غادي تجي الراسه، غادي تجي الراسه. والله انا كنتفاجئ فاش كنلقى انه الحمد لله ماشي، ما كنبغيش نبقى نقول غير انا، ولكن كنفرح فاش كنلقى شي اخ مغربي جون بحالك وكايا اللي مازال تيدمر وتيعطيك راس الخيط، يقول لك اخويا فاش كنخدم واش كنتخلص عادي. علاش حنا مازال عادي كاين ديك العقده ديال ما نقولش؟ علاش هذه العقده خاصنا نحيدوها؟ خاص نحيدها ان شاء الله في هاد الالفينات اللي جايين، هاد الاعوام اللي جايين غنحيدها ان شاء الله. ما خاصش تبقى هاد المونتاليتي، لان هاد المونتاليتي ديال شحال كتدخل عند فلوغرات مراكنه تيخدموا نفس الهيت، كيقول لك شحال كنتخلص وشحال يا كنجيب تيوريك لوطات تيوريك وشحال كذا البايتشيك ديالو، عادي. تيوريه لك باللوضات وكل شيء. انا كاين واحد السيد الايدل ديالي، واحد السيد تيهضر بالاسباني، هو من الدومينيكان. هذاك الدري يا خويا راه اش نقول لك، راه ما خيرتوش قدامك، تيدير الفيديوهات تقريبا بشكل يومي، وتيعطيك يا خويا تيعطي شي معلومه. هو كاع اللي حببني في الدومين بزاف يعني، فتح لي كاع العينين وعرفت اش كاين فيه، فهمتي يعني اش كاين في الدومين، عطاك من اللقعه جاك من الاخر. وتيوريك البايتشيك ديالو 15 20 سيمانه، توريك هكا تيقول لك ديت لود ب 10، وجيت هنا بخمسه وطلعت هنا بسبعه، فهمتيني؟ تقول واش هذا السيد نيت، كما قلت انت قبل، واش هذا السيد نيت بصح ولا غيطلقها علينا؟ صح وتوريك فهمتي؟ صح ودابا المشكل اخي عدنان، راه عندي دري اخر صاحبي مغربي وراه باغي يطلع معايا في اللايف، سميتو ايوب، ما عرفتش واش راه معايا. دري ايوب تا هو بدا بحالنا، هو دابا راه غادي 4 سنين دابا، عنده تبارك الله تبارك الله وما بارك، سل كام يونت دابا راه كيوصلها ل1.5 مليون دولار، يعني يا بارك الله، هرب يا هرب علينا بشويه، ولكن غنشوف يا اخي ايوب. لا انا جاي انا لك تمام. اخي ايوب غير عايم، يعني الله انا جاي يسخر لك لي. اخي ايوب، والله الا برافو عليك، تحفزني ديما. دري زويون، وتتلقى صحاب الدراري دراوش هما اللي كتلقاهم تعطيو كل شيء. والله تحياتي لك اخويا عدنان، و الله يحفظك ليا، برافو شكرا. عليك، والله تحياتي لك. شوف حاجه وحده، يعني رد البال مع الطريق ومع ديك الاشارات، خصوصا ديك اللي كتصفرا حدي مع يا الدار يا يا الاحمر ومع الثلج. والله يسهل عليك اخويا عدنان، والله الله يحفظك يحفظك، شكرا ويخليك. شكرا شكرا، تهلا لي فراسك، تهلا لي فراسك اخويا الله عدنان، يحفظك يا الله، في الله يحفظك، أمانة، الله يعاون. لازم الله يسر. المهم انتم كتشوفوا كل شيء بعينكم، باش ما تبقاش تقولوا سفيان انت اللي كتبقى تبيع لنا الوهم وتكذب علينا وكذا وكذا وكذا، ويا لاله والعروسه في العماريه. انتم شفتوا الاخ عدنان، تحياتي ليه. تحت لي واحد واش كومونتير ولا ما عرفت كيفاش جاتني في دماغي، كنت كنفكر تنقول دابا دوك مساكن دوك الناس اللي في اوروبا وكيخدموا مساكن تا هما كيدمروا وداك الشيء، وفي الاخر كيتخلصوا ديك 1000 اورو في الشهر ولا 2000 اورو، كنت كنقول الحمد لله اللي ربي جابنا لهذ البلاد ميريكان، الحمد لله. وما ما مشيتش لاوروبا، لانك تخيل معايا صاحبي اوروبا كتقدمر ونور العنصريه والمشاكل وداك الشيء، في الاخر كيعطيوك 1000 اورو في الشهر. It's sad man, it's so sad, so sad. المهم غنحاولوا نطلعوا معانا دابا، شكون غنطلعوا معانا؟ الخوت والاخوات، شكون اللي معانا مازال في لاليست؟ والله ما عرفت شكون اللي نطلعوا معانا. شكون نطلعوا شي واحدة اخرى ديال الرموك، ولا ندخلوا شي حاجة اخرى؟ شوف ماشي بالضرورة الشركة، اي شركه كدير ليز كتعامل مع زوين مع الدرايفرز ديالها، راه فيها غدير ليز راه فيها الفلوس. اي واحد ماشي بالضروره اش من شركه، الحاجه الوحيده هو انك تكون كدمر كتخدم. راه كيف قلت لك اللهم تكون كدمر بزاف، راه ما غاتدخلش الارقام اللي تيقولها الاخوان وتقولها الدراري. اخونا هذا يلاه بدا كيخدم في برايم، خوتي الميجا كاريرز،
نجي نشوفوا اخونا يلاه بدا كيخدم في الرموك. السلام عليكم. معكم السلام حبيبي. اهلا اخوي العزيز، بخير؟ كيف الحال؟ والله مزيان الحمد لله. انت هاني؟ الحمد لله نشكر. عاش ما اسمع صوتك حبيبي. الله يحفظك. والله لبلاك شرف لي يا اخوي العزيز. اللهم بارك فيك. اللهم يبارك فيك. شحال انت في ميري كان بعدها؟ نقولوا 13 عام. 13 عام. واو، من 2007. ما شاء الله ما شاء الله. اكثر غادي 14 عام دابا. من 2007. سبتمبر 2007. فلوريدا. فلوريدا. جيتي زواج؟ لا، كيو 1 فيزا ديزني. صافي. ومع الوقت قديت الوريقات وكذا داك الشيء. برافو عليك. خمس باش عرف الاول تخدم على الاوراق هو اول حاجه. ماشي بحال لوتري والجرين كارد هولدرز. كتجي فيزا وان عام، وان عام خاصك دير داك الشيء اللي خاصك دير باش تشوف المستقبل. تماما، فهمتك تماما. وعلاش تسال دابا عاد درتي الرموك؟ كما كتقول نتايا، بزاف دراري كيهضروا على الدومين ومنهم اصدقاء ديالي من بعد الكوفيد. الدراري تعرفوا على الدومين ومشاو ليه، ودابا كلشي كيهضر عليه بحوايج زوينين وحوايج خايبين، ولكن كاينه لا موتيفاسيون. كيقول لك هاد الدومين هذا الهاسل ديالك ديتيرمين يور سالري. تماما، فهمتيني. هادشي دابا انا خدمت في الشركه، خدمت معاهم 12 عام وانا خدام معاهم في فود اند بيفرج اندستري. وكتشوف راسك ريستورا ولا شنو؟ مليون دولار ريستورا هنا في اورلاندو، مليون دولار ستيك هاوس. اجي نسولك دابا مثلا كتحس براسك بحال اللي ضيعتي الوقت؟ ضروري. اجي نسولك شكون اللي كتلوم؟ واش تلاقيت فيه مغاربه ولا تلاقيت فيه جزائريين ولا عرب ولا اللي هما اللي خلاوك تجلس وما عطاوكش مثلا راس الخيط ولا؟ لا دابا بطبيعه الحال الدومين اللي فيه انا دابا اللي كنت فيه هو اللي جابني الميريكان. كنت انا في فندقه وسياحه في المغرب، يعني الدومين كنا قرينا عليه في المغرب وجابونا لديزني وبقينا معاهم شويه وسهل الله ومشينا ندبروا على. يعني الدومين اللي كنت كتعرف هو هذا، هو اللي كاين، هو اللي بقيتي فيه وعطيتي فيه شبابك كامل باش توصل لواحد النيفو كبير. ولكن كتشوف واحد اللحظه الكبر ما كيتقاش بالسنوات اللي عطيتي والمجهودات اللي عطيتي. كيوصل البلاتفورم كتوصل ليه ما تقدرش تكبر اكثر منه. ولكن واش يعني كتلوم راسك ولا كتلوم المحيط اللي كنتي كتعرف اللي ما عرفوكش على خدامي؟ لا انا فيهم فلوس والمستقبل. نلوم راسي انا حيت الكومفورت زون كتولي فيري كومفورتابل. بقيتي جبتي انا بقيتي غير مع المغاربه، يعني حيت في فلوريدا عامره بالدراري المغاربه بزاف. والله اغوغو، ولكن صراحه انا قليل المغرب اللي كنعرف. الاصدقاء ديالي قلال بزاف. كتغدى الخدمه لا سال دار الخدمه، واحد النيفو دو في ساهل فيه كونفور. هذا هو اللي خلاني نتعطل بزاف هو لو كونفور. كترتاح في واحد الكورنر ما كتبقاش تخرج، كتخاف تخرج من داك الكونفور زون ديالك. هذا هو اللي عطلني بزاف لو كونفور. كانت الخدمه موجوده كاينه، ولكن انت واحد كيوقع تمشي في حالاتك، البيتشيك كيدخل افري 2 ويكس. الحياه غاده بسيطه، وكان طموح حتى هو ماشي كبير. حتى ولا عندي وليدات وانت كتقول لا خاصني ندير شي حوايج اخرين، خاصني نشوف اش كاين. ما بقاش كافيه تماما. لا ما بقاش. كتشوف راسك 4 سنين 6 سنين 7 سنين نفس السالر، حيت انا كنا سالري السالر از سيم فور فيو ييرز. بحال كتكون عبيد، يعني ما كتطلع ما كتهبط. واللي مولشتي مليون دولار از غين ريتشر اند ريتشر، وانت راك كتقدر بتمارح يعني كتعاونو باش هو يزيد يولي لاباس عليه. ضروري ضروري ضروري. بحال دابا هو المدرب ديال الفرقه وكيقول دخل حرط دخل حرط 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 حرط، وانت كتبقى خدام. ما كاينش اوفر تايم، ما كاينش داكشي. انت يو سالري يو كان ورك 6 دايز يو جاست ورك. تمام. شنو بعد الاسم ديالك؟ هشام. خويا هشام، الحاجه الزوينه خويا هشام هو انه في ميريكان ما عمرها، يعني اتس نيفر تو ليت، يعني ما عمرك يمشي عليك الحال. اي في اي لعيبه تقدر تبدا قرايه خدمه، يعني ماشي بحال المغرب كيشوفوك غير كبرتي تيقول اخويا ما بغيناش، بغينا شي واحد جون. هذه باش زوينه هذه البلاد. لا الحمد لله ميريكان نعمه 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 نعمه، ونتمناها لاي واحد. هذه الارض هذه نتمناها لاي واحد يكون في متابه الرزق ديالو يجي يشوفها ويتمتع فيها، ولا عنده اكتفاء يخرج يضرب تما على راسو، بغى يبقى مرتاح. اللي بغيتي ديرو تقدر ديرو. لا نعمه نعمه. وانا في الاول السنوات الاولى ملي كنت كنهضر بزاف مع الدراري المغرب وداك الشيء وكيسولوك ماذا دابا راه 13 عام صافي كيبداو يقولوا داك راه صافي تقدر نكون نسيناه شويه حيت فات الاعوام.
وكاين في الاول كيقول كي كدير مع الغربه كي كدير كي كدير في الوقت كنقول لهم صراحه الغربه انتم اللي فيها، انا ماشي في غربه، الارض دي شداتني من الاول رحبات بيا، ما كاين حتى شي مشكل من نهار الاولاني، الناس ظريفين الناس ترونكي، ما كاين لا راسيزم لا والو، انا شخصيا ما شفت حتى شي راسيزم، محبوب من عند الله من عند كاع الاصدقاء الامريكانيين اللي كنخدم معاهم، يعني كنحس براسي في غربه في المغرب ماشي هنا، هنا تحكت حضنك يعني دابا بدي كتخدم لك الحسابه ديال بلاد ديال البلاد اللي عطاتك وتعطي انت تبع اي حاجه 100%. ملي كتولي كيما كيقولك سيتيزون، كتمشي دير داك القسم كيوصلك لقلبك اكثر من باختار، وسمحوا لي لا قلتها اسمحوا لي، النشيد الوطني. لا ماشي مشكل عادي صراحة بالعكس اي حاجه. صراحة ملي كدير داكشي هنايا كيوصلك لقلبك بواحد السهوله وبواحد السرعه فائقه على البلد الام ديالك، حيت كنت كتشوف راسك في البلد الام ديالك، راه واخا تكون تخدم وعندك البوتونسيال وقريتي ودرتي، صعيب الحال دير شي حاجه، صعيب الحال حيت ما متوازناش. كتقول اخويا هشام اما انك شي هنا نهار ترجع للمغرب تخدم ولا لا؟ ما تعيش. تخدمش. ها كتقول انك شي نهار تقدر ترجع للمغرب ولا لا؟ تعيش ولا والو؟ صراحه كاع الاصدقاء ديالي باغيين يرجعوا للمغرب، انا شخصيا صراحه لحد الان ما عمرني فكرت نرجع للمغرب نعيش فيه. واش دابا الاصدقاء كيبغيو يديروا شي حوايج في المغرب بحال كيقول غنمشي نشري هنا غندير هنا، انا كنقول لهم ما انا الفكره هذه باغي ما طيح ليا في راسي، حتى دي ولات هي الارض ديالي صراحه. المغرب نقدر ندير فيه شي من حاجه حقك من حقك لانك ما وقيتي نقدرش داكشي فيها، اللي كنتي كتمناه يا من لان حقك عادي جدا والله من عادي. انا وعود بالله من قوله، انا ملي كنت كابر في المغرب ما كانش واحد الطفوله سعيده، ما كانوش بزاف د الحوايج، ما كانوش بزاف ديال الذكريات الزويونين، كانت لا شويه صعيبه. المؤتمر والعادات صعيب المغرب يا صعيب، ما عمرني ما كنت كنشوف راسي غندير شي حاجه في حياتي في المغرب، ما عمرني كنت كنشوف راسي، واخا كنت كنخدم وقريت تبارك الله وجيتي فريمون سامبا وكنقرا والدار المدرسه الدراري زوينين، داكشي اللي خاصني نديرو كنديرو باش ما نتقولوش باش ما نخرجش ما نطحش المستقبل ديالي، ولكن ديما كنت كنشوف راسي واخا نعيا ونقرا وندير، ما عمرني ما غندير شي حاجه في المغرب، حيت كانت العائله ديالي مساكن ما عندهمش الزهر ما عندهمش فلوس ما عندهمش بزاف، كيقول هذا هو اللي نقدروا نعطيوك، هادشي اللي عندنا غنعطيوه لك، سير انت حاول دير به شي حاجه، وداكشي اللي عطاوني حاولت ندير به شي حاجه باش نجي هنايا، وجيت داكشي اللي بنيته باش نجي لديزني وفقني فيه الله، ولكن كون بقيت في المغرب صراحه قضيه صعيبه حبيبي، قضيه كانت عندي صعيبه شخصيا، انا كان على راسي شخصيا ما كان تماما على شي تماما واحد لا لا مش اخر. لا المغرب لا راه لا عادي جدا كيكونوا فيه جدا بزاف الحوايج، كاين الزوين وكاين الخايب، ولكن انا شخصيا كهشام كانت عندي القضيه صعيبه، وكانت شويه المستحيلات تقدر دير دويره والطوموبيله وتتزوج وتعيش شويه واحد الرخاء اللي حنا شفناه هنا بواحد السرعه خياليه، جينا هنايا بواحد السرعه خياليه، شفنا شي حوايج ودرنا شي حوايج اللي ما كنتش نقدر نديرهم في المغرب، هذا علاش هذه الارض هذه شوف ما بالعكس قريبه عادي للقلب جدا ما بزاف. درتي شي حاجه جي هذا العيب قلتي عادي داك الشيء عادي. ودابا بديتي قلتي لي في برايم واش هما اللي دوزوك في بيرمي ولا لا كان يو جو وان جيت يو ار تي سي ديال البيرميت دوزت راسي، then you applied there وكيشوفوك كيما اي شركه كيشوفوك الريكوردز ديالك، if you're clean you're clean، انا over the phone interview over the phone at the end of the conversation get like you're hired we'd love to have you with us، جي وقت ما حبيتي بغيتي تجي قول لنا جي. شوف بالنسبه we chose a date. للميجا كاريرز يعني خصوصا هذا البرايم هذه كي هايرو تقريبا كلش اي واحد yeah because turnover is very high، يا ولكن شوف انا بعدا كاين ما هضرتش مع بزاف الدراري، بغيت شويه ندير ترينينغ، بغيت ندير انا حيت خدام في كوربريت، انا في 13 عام وانا خدام في كوربريت، المايند سيت ديالي كانت ديما على ترينينغ خصو يكون درب داكشي على حقه وطريقه، انا ملي دابا بغيت ندخل هذا الدومين هذا بغيت ندخل فيه من نيتي باش نزيد فيه القدام، يعني بغيت نعرف عليه شي حوايج ما يقدروش تنمشي للطريقه باش نتعلمهم، بغيت نعرفهم مع واحد ميجا كارير اللي يقدر يعطيني الباك جراوند ديال التريننج، هما دير ريلي جود اون تريننج دير بيسكس تبارك الله عليهم كيديروا البيسك ديال التريننج دير ايفريثين، واخا تعطيهم واحد العام من حياتك ولا عام ونص، ولكن وين يو غانا ووك اواي من غتمشي منها تمشي لقدام عام بزاف. حاول اخويا عام هشام شوف 3 شهور 4 شهور شوف شركه صغيره الا بغيتي تخلص مزيان الا بغيتي تخلص مزيان ضروري 3 شهور الاولى راه هما عندهم التريننج ديالهم تيك يو 9
12 ويكس وانت بدك انا في تريننج كتسمى التي ان تي. دابا انت كتشتي لا دابا انت كتشتي مع شي مريض ولا ميديكالي؟ انا قلت لهم اللي كان honestly كاين شي دراري مغاربه كيقول غنعاونوك الا ما كانوش عندنا ترينرز ترينيز ديالنا غنجيبوك معنا التريننج معنا في التراك ديالنا. ما كانش يور اون يور اون وانا كنقول اتس اوكي ما كانش او ماي اون غنمشي نعيش مع واحد في التراك. معك دابا امريكاني؟ اه امريكاني. ما كيف التعامل ديالو معك فاش كيعلمك مزيان وهذاك؟ سلام سلام ترونكي داكشي من نهار الاول هاوس رولز ورا ذا هاوس رولز اش عليك اش ما عليكش اش تقدر دير او ما تقدرش دير هذا التراك ديالي خصني نحترم التراك ديالك انت راه ديال دارك دو هاوس رولز كنمشيو بهم ما يدسرني ما ندسرو وكاين واحد واحد الجول ديال خصنا نوصلوا ليه بجوجنا هو راه عنده ساعه عنده 1 كلاك زايده كنضربها ليه انا وهو غيكمل معايا وعلى الاقل يعطي جود فيدباك بامي هادشي اللي كتحتاج منه تمام ما فهمتش. وبالنسبه شحال دابا انت معاه شحال دابا انت معاه؟ يلا يلا سالي ناس سميتو عليه ال 2 ويكس الاولى وخرج هو هوم تايم لما انا في هوم تايم تاعنا. دابا انت في الدار دابا ماشي بالكاميو؟ انا في الدار عندي في اورلاندو. وفوقاش اللي يعطوك الكاميو تخدم بوحدك؟ تكمل 30,000 مايلز خصني نسوق 30,000 مايلز بوحد معاه then you can upgrade to كاميو ديالك ليس. فهمت. هو شوف الحاجه اللي نقول لك اخويا هشام حاول ما امكن يعني قلب على شركات صغار من بعد فهمتيني شركات صغار غيعطيوك كاميو زوين حيت هاد الميجا هادو هاد الكبار الشركات الكبار راك غير رقم كتثقى ضروري كتثقى رقم شركه صغيره غادي يخلصوك مزيان غادي تتعلم مزيان غتقصح غتحس براسك بحال اللي عندك قيمه يعني راك كيتواصلوا معاك كانسان مهم ومن بعد ان شاء الله تشد الاكسبيريونس عام ولا شحال ما بغيتي تدفع الليز ليزي مع راسك ولا فهمتي راك كاينين دابا مع الدراري معني ما راك عارف شنو كاينين. كاينين الدراري تبارك الله بحالك زوينين حتى هما كيقول لك ملي توصل تحس براسك بغيتي توقف على بوحدك جي قول علينا ندبروا لك على التراكس نهايروك معنا في الكومبانيه ديالنا نجيبوا لك ليس ديالك انت دبر على راسك غا انت امتى تبغي انت تقولها انا راه واقف على رجليا بغيت ندير سولو درايفر ليس ماي اون مرحبا بي. كاينين الدراري تبارك الله واخا كيما قلتي قبيله ما كيبغوش يطلعوا يهضروا في الفاينانشال كيبغوا يخليو داكشي بيناتهم ولكن في البريفي كاين اللي كيحاول يهضر ويقول لك اش كاين ويقول لك غازي مرحبا بك راه حتى كاين دراري بزاف زوينين بحالك وبحال السي عدنان اللي بحرا قطع معك قبيله كيشجعوا كيشجعوا على الدومين كيقول لك الخايب ويقول لك زوين تمام الخايب ويقول لك زوين خويا هشام راه هذا المجال هذا راه فيه ما ساهلش راه ديما تنقول ما ساهلش وفيه تمارا صعيب بزاف تاع البني تنظن انا لانه كتخدم دماغك وصحتك وعينك وكل شيء ومسؤوليه كبيره عليك راك شي مؤخرا شنو وقع لك ورا في كولورادو يعني راه بنادم يدير اتونسيون راه ماشي خدمه سهله ولكن تستاهل الواحد لاباس سيغيو وان شاء الله نتمنىك التوفيق اخويا هشام والدراري كاع اللي تا هما باغيين يبداو والله كاين الريسك فاكتور خاص يكون ريورد مع الريسك فاكتور ذاتس ات الريورد يكون زوين انسان راه يضرب تماره يضرب تماره والدومين ان شاء الله اللي عطيتيه راه يعطيك كما كيقول الدراري تمام داكشي اللي بغيتي تعطيه على حقه سيفتي تكملها الا خاصك شي سؤال ولا شي لعبه انا معاك ما حد هنايا الله يبارك الله يرحمك الله يحفظك يا خويا هشام وصلي لك بزاف فراسك العزيز الله يحفظك سلامي لكاع الدراري وكاع الدريات وان شاء الله اللي كيدفع جرين كارد اللي يسر ليه الامور اللي عنده شي طريقه اخرى كما كديروا نتوما كادنس ولا ذا كومباني يجيو مرحبا بهم هذه راه بلاد كبيره وبلاد زوينه وتبغيها لاي واحد كلشي زوين غاجي خدم على راسك وحد راسك وتفرح وتعيش صراحه هذه بلاد تحت منها لاي واحد تعطي اي واحد كتعطي الناس بزاف وتحمد منها والاحباب كاملين الله يسر لهم الله يسر لك برافو عليك الله يسر لك اخويا هشام شكرا لك بزاف الله يسر حبيبي شكرا سي دافا الله يسر لك مع السلامه تحيه للدراري الزبونين كاملين والله شكرا لكم كاملين نشوف الدري هذاك كيبغى يهضر على واحد لوجيستيك سميتو فيلد شوف هاد المهنه بغى يهضر على المهنه ديالو في ميريكان وبارطاجيو اللايف اصاحبي انت جالس تما تتفرج فيا وناعس بارطاجي صافي الو السلام عليكم السلام عليكم خويا خويا سفيان صافا بخير كلشي مزيان سمح لي يا خويا راه الظلمه الدار ناعسين عندنا هنا الوحده ديال الليل خويا وحده اشمن بلاصه فاكين موروكو في المغرب وقلتي لي راك في ميريكان لا قلت لك اي وان توك تو يو ان ماي فيلد يو نو
انا شنو نقول لك، المهم بغيت نديسكوتي معاك حيت لا حيت انا كنت معمر راسي بميريكان من 2012 2013 من تماك من ديك الوقيته ملي شديت الباك 2012 واخو كيدفع القرعه ميريكان 9 سنين والو ما بغاش طلع حلفات لا بغى طلع حبيبي عاد خويا اللي تجر راسه خويا بقينا درنا على ليسونس واحد الربع سنين العذاب الدراري راه عارفين فهمتيني فهمتيني كتخدم هكا هكا كتبريكولي هادي المهم بقى داك الحلم ديال امريكا فهمتيني خدمنا في واحد الشركه سوسيتي هادي كذا سميك كنتقاتلو من سميك كنجمع جمعت جمعت شي بركه كذا هادي بديت كنجمع كنتقاتل وفي نفس الوقت كان كتشاد السون مع واحد الميريكانية كان هضر معها فهمتيني الله يذكرها بالخير يعني من أطيب خلق الله واحد الميريكانية خويا والله لم أطيب خلق الله مثل عقلي لحد الآن ما كتبش أننا نتلاقاو هما من نوع هذوك ريبابليكان إلا كنتي كتعرفهم محافظين يعني ما يقدروش يزوجوا بنتهم لشي واحد اترونجي ولا شي واحد مشي بلاصه اخرى فهمتيني صافي بقينا كنهضروا صافي الدريه شريت كسوه ديال العرس شريت كل شيء كنت كنهضر مع لا فامي ديالها كتهضر مع لا فامي ديالي وانا مع الوقت يعني وليت كنحبها واخا ما عمري شفتها واخا ما عمري واخا يعني never we touched each other but I loved her you know علاش بغيتها بزاف بالاخلاق ديالها ماشي على زعما امريكان يعني توشاتني فهمتيني عنده واحد الاخلاق صاحبي راه شنو نقول لك راه بزاف بزاف عندنا هنا الدريات في المغرب مع احترامي لبعض البنات ماشي كل شيء ولكن راك عارف انت العقليات هنا كتبدا تعفر عليك وكتبدا تغلط في شي حاجه تدور فيك تماك مثلا انا كنت تعلمني الانجلي غير بشويه بشويه تنغلط في شي حاجه تقول لي نو اتس اوكي راك عارف تيهضروا هما بديك الطريقه زوينه نو اتس اوكي وتبدا تشرح ليك ولا تبقى نغلط تنقول ناري هاي الدور فيها يعني ولفت ديك العقلية ديال والي تنقول هاي غادي الدور فيها والو كتشرح لي بشويه بشويه صافي ما كتبش خوك مازال عنده هذا الحلم كنتقاتل دابا كنا بدينا سميك دابا شوي سوبرفيزور ندير واحد الوير هاوس يلا هاد العام خديت الماستر في لوجيستيك انترناشونال تريد مازال كنزيدو نتقاتلو بشويه بشويه ومازال الحلم ديال امريكا فهمتي نيفر جيف اب واخا خويا الجرين كارد اللوتري شي 10 سنين وحنا كندفعوا ليها ما بغاتش تجي تجي راسها ما كاينش تقلق شويه الا ما جاتش الله خويا واخا نعرف نتقاتل ندبر على شي 30 مليون ولا شي حاجه ومشي قرايه فهمتيني يعني تماما برافو عليك يا تمام هادشي اللي حاول اخويا العزيز شوف حاول ابلي وفي نفس الوقت تعرف على قوريات فهمتيني باش فيها الكونيكشن بحال هكايا وان شاء الله ربي يسهل عليك ما تخافش ما حد ديك المريض بها راه غتوصل وي خويا وي يعني انا لدرجات مشينا لتشاينا شي الشركه اللي كتابليت فيها ديال دابا سوبرفيزور ويرهاوس كنا مشينا لتشاينا دوزو لنا فورماسيون تماك وشفت يعني كانت واحد الفرصة أول مرة غادي نخرج برا البلاد وغادي نشوف ناس ونتعرف على ثقافات هاربين عندنا دوك الناس بزاف أخويا صوفيا بزاف وراه فاش تخرج المغرب تشوف راسك بحال ما كنتي عايش شارع باش شي حاجة أخرى والله العلي العظيم يعني الناس كيتعاملوا كريديت كارد ما كيتعاملوش بها غير في التليفون عندهم واحد لابليكاسيون ديال لابونك واحد الكود بار صافي هو اللي كيخلصوا به كلشي الطوبيس كلشي حنا باش تعرفنا حنا المغاربه مشينا تماك الطوبيس كنا كنسلتو فيه تماك واخا ما كان عندهم لا كونترول لا والو ما عندهم هذيك لا كونفيونس زايده فهمتي المواطن مولف انه كيطلع غادي يعني غادي يقطع ديك التيكي ديالو لديك الكود بار غادي يدوزها في ديك لي ماشين اوتوماتيك حنا المغاربه كنا كنطلعوا ما كناش كنخلص مني وجبد فهمتيني ولكن اش نقول لك الحمد لله الله يسهل عليك الله يسهل عليك اخويا السي عزيز سفيان الله يحفظك الله يحفظك وتبارك الله عليك اخويا العزيز وربي معك ان شاء الله خويا انت راه كتموتيفينا اخويا الله يسهل عليك الطومين ديالك الله يحفظك وعلى ربيك اخويا العزيز من الطرقان وكيب اب جود لاك شكرا شكرا بزاف اخويا العزيز الله يحفظك تحياتي لك اخويا العزيز الله يحفظك شكرا الله يسهل الدراري كاملين
شكون اخر معنا اللي في ميريكان؟ شكون اخر اللي معنا في ميريكان؟ البنات كيسولوا تيك غير قولك البنات ماك ما كتعاودش علينا اختي ولا الاخوات، راه اي واحد في ميريكان تيهضر على شي موضوع ولا الفلوس ولا كيف ما بغات تكون نوع، راه حتى انت هي ديري هذا الشيء هذا. اي دابا حنا دراري ما كنهضروش بديك الهضره ديالكم البنات، زعما راه انت هي ديري نفس الشيء اللي كيدير اي واحد كتشوفه كيديروا في ميريكان. شكون اخر معنا انايا؟ انا ما كرهتش ايوب، ما كرهتش نطلع معايا ايوب 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 ما عرفش واش يكون جاز، ما نشوف واش كاين هنايا، نشوف واش جمع معايا ايوب. طم صيفط لي بزاف اللي ما طلعش معايا يسمح ليا. مازال ما جاش. المهم خوت اللي في ميريكا مرحبا بكم، اللي كيخنفرمو ولا اللي جا جديد ولا شي لعبه دوي لينا على تيتيز مال تيتيز الهاتش هذا. جبتكم ديك الخدمه نتسناو الدراري نشوفو. انا في ميريكا كنبيع المسمن، اش ديت هاد الايامات فهاد الدراري ديال التكوين غتحمقوا هاد القرعه هادي ليس على الجميع. شحال هادي مازلت في الطوبيس؟ انا في ميريكا هنا كنت كنسلت في الطوبيس عادي في الاول، اصلا ما كيطلعش الكونترول يا اخي. سين وين نسوق واش راه دابوش ميريكا؟ لا صاحبي خلينا مشبرين ستون. المهم كنتسنى كومونتيرات اللي تجاوبوا بعضياتهم، ديري لي الشاط هنايا نطلع من الكومونتير من الجيست هنايا. شو البروفيل ديال البروفيل كيبيع الشوز؟ نطلع من الكاس وقيلا. المهم اللي ما طلعش يسمح لي راه بزاف. ما عرفش ما نطلع والله. المهم غادي نختار عشوائيا وصافي. طلع خويا شوف واحد البرد كيدير هنايا ما عرفتش خوتي العزاز البارح ترينيت معايا الله رجعت لاصه وتقطع فيا اللحم كامل، وهنا وهنا وكرشي عرفتي تقطع فيا اللحم، ودابا راه باغي نمشي للعشيه نتريني. ما باغيش نمشي نتريني ولكن باغي نمشي نجري 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 مزيان. بغيت نخدم الكرش ساعه خدمتها كامله نقطع فيا اللحم حتى نوقل هذا اليوم نرتاح، خاص الجسم يرتاح واقيلا تيبان لي هادشي اللي بان لي. ما عرفتش راه بغيت نطلع الدراري ساعه ما كيجاوبش الخونا هذا. ما عرفتش